طلعنا من الحي الاماراتي ومشينا على طول اهو. كمل بقى ماشي تمر طريق عادي كانك ماشي رايح مسافر بقى كانك مسافر رايح القنطره ولا كده. هتكمل مش هتلف ولا يمين ولا شمال لغايه لما تقابل الملف بتاع اللي هو الاباطي. تمام عادي اكنك ماشي برضه وهي مسافر يعني تعجل. جميل انك تمشي بقى المطار الصناعي اهو يا جدعان. البحيرة يمين وشمال اهيت لسه برضه هنكمل تطلع قدام اول بقى اول بعد ما تطلع هتعدي الكاميرا هناك اهو هتعدي الملف هتمشي قدام شويه تلاقي كده ملف. تمام قبل الملف دوت بحوالي 500 متر بالظبط في فتحه يمين تقوم داخل منها هو ده المكان اللي بقول عليه. هنكمل كده مع بعض ونشوف ربنا يسهل. ده بقى الهدي عشان احنا نخش الفتحه الجايه دي. تصور دي تصور كده الفتحه الطريق اللي بقول عليه اللي هو الطريق اللي لسه مستبلد. بتكمل بقى لجوه ايه حوالي بتاع عند العربيه دي 500 متر بعدها كمان تلاقي يمين وشمال يمين وشمال تلاقي فتحات كده تلاقي ايه اللي هو الحوض بتاعت المزارع هي دي على ايه على البحيره ناحيه البحيره كل شغله جايبه على ايدك اليمين. الطريق اهو
البحيره مش مزرعه ناس. البحيره وبعد كده تلاقي المزرعه اللي بتاعت الناس ديت حاجه ثانيه يعني جوه، اما الحوض اللي بره دي بتبقى ايه يعني مهجوره فاهم، انما مش محطوط فيها سمك ولا حته فيها سمك، لا دي حاجات يعني فاضيه بمعنى اصح. هو ده المكان يا جدعان اللي هنقعد فيه، يلا هقفل بقى عشان نبدا نمشي. جاب الرب الطاير اهو، بعد ايه احنا بنقعد بعد ايه. عند المكان احب اقعد فيه واضح وسائل المزرعه بالظبط.